الخير بقى، صباح الخير على حسب الوقت اللي انا موجوده معاكم فيه. اشكر صديقي دكتور الباز على دعوته الكريمه لحضور هذا المنتدى. اشكر استاذ الدكتور صديقي عفيفي على رئاسه المؤتمر، والمهندسه منى، والاستاذ احمد. شكر لكل القامات اللي انا فزتيهم، اللي بعتبر نفسي في الميزه وسط القامات والكوكبه الجميله دي. سلوى ذكري صحفيه بجريده كنوز عربيه ونائب مدير شؤون القناه ومدير الصحه. وجود الحوار ده في حد ذاته ده شيء ايجابي، يعني احنا كل اعتراضاتنا ومناقشاتنا دي ده في حد ذاته ده حاجه ايجابيه جدا. لكن يا ترى بقى الاقتراحات اللي بنقولها في متناول الدوله حقيقي ولا لا؟ لازم لما بقول مقترح بقول فين دور المجتمع المدني منه؟ يعني انا كل العيب اللي حسيته ولاحظته دلوقتي انه كله المدرسه، المدرس، نحط خبير، نحط نفسي، نحط. طب ما احنا عندنا شباب زي الفل وعاملين مبادرات زي الفل ومتطوعين على فكره في تعديل السلوك وفي تنشيط الانشطه الاجتماعيه والانشطه السلوكيه، كل حاجه موجوده على فكره. وشباب فعلا لا عايز فلوس ولا عايز حاجه، كل اللي بيعمله مبادره جميله جدا، بيقول انا على استعداد، قولوا انتوا عايزيني في ايه وانا موجود. هروح مدرسه؟ هروح مدرسه، بس مش هركب محاضره على فكره. انا امبارح كان عندي ايفنت كبير جدا. دور المجتمع المدني بقى بمناسبه كده، انا عضو مجلس اداره جمعيه الشبان المسيحيه الواي ام سي اي. واي ام سي اي انترناشونال، ده نادي دولي وده فرع القاهره اللي انا بشرف ان انا اكون عضو مجلس اداره فيه. ورئيس اللجنه الثقافيه والاجتماعيه والمستشار الاعلامي. حبينا نعمل شكل عملي اللي قال ازرع شجره، اقتراح حلو جدا. احنا بقى جبنا اللي يزرع عملنا تعديل لانها تكون شجره مثمره. عملنا شجره الليمون يا فندم، شجره الليمون ده من اكثر الحاجات المثمره على فكره. بس الغرض هنا مش من الشجره نفسها. انا طلعت شجره مثمره ثانيه مهمه جدا. انا جبت للاطفال الموجوده النشء اللي عندي في النادي وخليته يعرف يعني ايه يزرع شجره. هو الفكره مش انه يحط بذره وخلاص، هو البذره دي هيراعيها ازاي؟ فكره ان نعمل عنده انتماء انه بيزرع شجره، يعني بينتمي موضوع، بينتمي انجاز، بيفضل متابعه طول الوقت لحد ما يكبر، هو عارف كده انه كبر انجاز كبير جدا وعمل انجاز كبير جدا. يبقى اذا المقترح انا قلته التوصيه مش ان انا اعلم وبس، مش ان انا القن وبس، الشيء العملي. جبنا عم صابر الطيب المزارع الاصيل الفلاح وقلنا له الاطفال دول بين ايديك، علمهم يعني ايه يزرعوا شجره، بس قبل ما تعلمهم يزرعوا يعني ايه شجره، عرفهم قيمه الشجره دي لو هو زرعها بنفسه. اديته يعني ايه ثمره هو عاملها وتعب فيها، واكيد هتطلع منها ثمره ثانيه جواه هو شخصيا، شيء ايجابي جواه، يتعلم يعني ايه عمل بدأه من الصفر ويكبر 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 ويطرح بقى مش شجره، ده ثمار كتيره قوي في حاجات كتيره قوي كطفل وكنشأ وكشاب. اشكركم على ده. شكرا جزيلا. شكرا. المستشار الشريف الدين، حضراتكم كلكم.